أنا حمد الحمادي، كاتب روائي من دولة الإمارات، أعمل موظف حكومي ومهتم بالجانب الأدبي في دولة الإمارات وبالأخص الأدب السياسي والوطني. الكتابة في المجال السياسي تتطلب البحث العميق عن القضايا التي تطرح في الرواية، بالتالي أنا لدي عملية يعني بسيطة وسلسة في الكتابة الروائية، تبدأ بموضوع البحث عن هذه القضية، عن تفاصيل القضية وعن يعني الأحداث الرئيسية التي حصلت في الواقع وتأثيراتها الاجتماعية، تأثيراتها السياسية، تأثيراتها الوطنية، ومن ثم أنقل هذه المخرجات من عملية البحث إلى العمل الروائي لإيصال الرسالة بكل وضوح إلى المتلقي القارئ. نصيحتي للكتاب الشباب اللي يعني اللي ماشيين في مجال الكتابة عن الأعمال عن المواضيع السياسية أو الوطنية هي البحث العميق عن هذه القضايا وعدم الاستعجال في طرح الروايات، خاصة إذا كانت من الأعمال الأولى. دائما العمل الأول بحاجة إلى يعني تريث في موضوع طرحه، بحاجة إلى تدقيق وعمق أكثر في التفكير فيه. فهذه النصيحة الأساسية التي أقدمها لهم. الأدب بشكل عام وظيفته أو إحدى وظائفه نقل الرسالة ونقل المعلومات للأجيال المختلفة. عندما نتحدث عن القضايا السياسية والأمنية نجد أن هناك من الأجيال الناشئة منهم لا يقرؤون الجرائد، لا يطلعون على البرامج الوثائقية التي تبث في القنوات، لا يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي عن هذه القضايا. فإذا وصلنا لهم بالطريقة اللي هم حابينها، إذا وصلنا لهم عن طريق الروايات والقصص، فبالتالي يمكننا أن استخدام هذه الوسيلة في نقل الرسائل الصحيحة، في توعيتهم عن هذه الأحداث بالطريقة التي هم يقبلون عليها. أنا برأيي أن مهرجان الإمارات للآداب يقوم بدور كبير جداً في توعية الأجيال الناشئة، في تحبيبهم إلى فعل القراءة، ونجد أنه مختلف في إضفاء مجموعة من الأنشطة التي تساعد القراء أو الأجيال الناشئة على الإقبال على القراءة، وبالتالي إقبالهم على القراءة يؤدي إلى إيصال الرسائل التي نريد إيصالها لهم بفعل القراءة. الرسائل إذا نتكلم نحن عن الرسائل الأدب السياسي أو القضايا السياسية أو القضايا الوطنية، فلا أجد أفضل من هذا المهرجان لنقل للاستخدام الأمثل لوسيلة القراءة أو لفعل القراءة لدى الأجيال الناشئة.